لك شو كنتوا عم تعملوا؟ ليش مو ضابين المحل؟ أكرم أنت جاي من البيت هني؟ إسراء إجت شي؟ لا يا الله منا، في عنا طلبيات برك كتير ووعدتني على أساس بدها تساعدني، وين ضلت هالبنت؟ قديش صارت الساعة؟ يا روحي بتكون تأخرت بالشغل، نسيت هلأ بتجي. لا مو إسراء اللي بتنسى. إيه كنتي حاكية أمي؟ دقيت لها ما ردت. أيوة غريبة والله، معقول طلع في عندها شغل هالبنت؟ لو طلع عندها شغل كانت بتبعت رسالة، شو أنت ما بتعرفها لبنتك؟ أمي أنت ليش شغلة بالك فيها؟ بتصير معي على طول، يعني بكون حاطة تليفوني على الصامت وبلاقي عندي 50 مكالمة فائتة. خلاص يا ولد، أنت وإسراء مثل بعضكم يعني؟ لا هي ما بتنسى هيك شغلات أبدا. أوه حاسة قلبي عم يوجعني. انطري أنت كمان، ما تعملي هيك فورا. أمي بلا أوهامك، لا تزوديها، هلا بتتصل أو بتجي. وجعني قلبي، خليني اتصل بزين وأسألها. اتصلي اتصلي. شو أعمل لك؟ خالة محاسن، أهلين يا قلبي. ألو زينو، كيفك؟ إسراء معك شي؟ لا ما لا معي. وين راحت؟ لا حول الله، شوفي قديش صارت الساعة وما رجعت على البيت، وعم دق إلا ما عم بترد، والله مشغول بالي عليها. طيب هي حاكتك؟ لا بنوب، بس ما في شي بخوف، هلأ بتجي على البيت. ليكي رح أتصل فيها وبرد لك خبر، اتفقنا يا حلوة؟ تمام تمام بنتي، تمام تمام ماشي منحكي. إسراء، خير إن شاء الله. ليش ما عم ترد على تليفونها؟ آه مروان، شلون نسيت مروان؟ أي نعم زينة. ها مروان، مرحبا. ما عم ترد علي إسراء، والخالة محاسن خايفة عليها لأنه ما ردت. هي جنبك هلأ ما هيك؟ لا ما فهمت، ليش إسراء بدها تكون معي يعني؟ كانت بدها تلتقي معك، هيك خبرتني اليوم الصبح، على أساس بدها تحكي معك. دقيقة، هي ما دقت لك؟ لا ما دقت لي. زينة بنطريني دقيقة لحتى شيك. زينب شيكت على المكالمات والرسائل وما دقت لي بنوب. العمى العمى، هالبنت ما عم ترد على التليفون ولا راحت على بيتها وما لها معك، معناتها وين اختفت؟ تمام انتي روقي، يمكن بالشركة لساتها، بس شوفها بدقلك. تمام ناطرة منك تليفون. أهلا وسهلا مروان. نسيت مفاتيح السيارة. لوين بدك تروح؟ كارلا أنت شفتي إسراء اليوم؟ حكيتوا مع بعض شي؟ لا ابنو، لا شوفي صاير شي. منحكي بعدين. شو في مروان؟ إسراء معك؟ لا ما أنا معي إسراء. شو صاير؟ ليش عم تسألني؟ ما راحت على البيت، قلقوا عليها، بلكي بتكون معك.
والله أنا آخر مرة شفتها كنت بالشركة، أنت ما تواصلت معها؟ دقيت لها بس ما عم ترد. طيب أنا رح سكر، إذا عرفت شي خبرني. تمام. عليك طمنيني عنك. يا الله دخيلك، قديش صارت الساعة؟ أنا بنتي ما بتتأخر هيك بدون ما تعطينا خبر. عم قلكن قلبي عم يوجعني ومشغول بالي، إحساس الأم ما بيخيب، ما رح تحسوا فيني. صاير شي مو منيح معك أمي؟ خلص ما تعملي هيك، بوس ايدي، عم تزعلي حالك على الفاضي، ما بتلاقيها غير اجت. وينه؟ وينه؟ وصلك شي خبر؟ عرفتي شي عنها؟ لا والله يا خالي ما قدرت اوصل لبنوم. ليكي اذا عم بتخبي عني شي وما بدك تحكي لي رح ازعل منك كثير. روقي روقي خالي محاسن، لا تتوتروا، اهدوا انتو. يعني اللي بعرفه انه بدها تشوف مروان، بس دقيت له وسألته قال لي لا ما شفته. دقيقة، ليش كانت بدها تروح لعنده؟ مشان الشغل، كان في شيء مستعجل لازم يوقع عليه، لهيك راحت عم يامن. زينو إذا في شيء بتعرفي وما بدك تخبريني والله. والله ما بعرف شيء يا خالتي محاسن، الله وكيلك، ولو بعرف ليش لخبي؟ وأصلا مروان عم يدور عليها. طيب اتصلي فيه وشوفي. ايه اتصلي تمام، رح اتصل. المهم أنت ما تتوتري. وينك إسراء؟ وينك؟ ألو زينب. ألو مروان، ما رجعت اتصلت فيني، شو لقيتها؟ لا زينب لا. أنا وأهلها بلشنا نخاف عليها، شو بدنا نعمل؟ لسه في محل زينب، خليني شوفها إذا هنيك وأنا بخبرك. اهدي كارلا، اهدي اهدي كارلا، ما حدا بيعرف شي أصلا، وانتي لازم تستني وانتي هادية. اهدي. Thank you.